الخير، مرحبا بكم. ميرسي. حاضرين في فورماتكم الصحة، مرحبا بكم ناس كل. موعد جديد وأول على الوطنية، الوطنية مباشر. هذا هو البلاتو اللي نقترحه عليكم على القناة الوطنية كل يوم من 6:30 حتى 8 غير ربع، سويعة وربع، فيهم أخبار البلاد وأحوال العباد. هذه اللي باش تلقاوها معنا في برشا فقرات تكون معاكم. الرهان هو المباشر لأنه أكثر من نقطة مباشرة باش تكون معنا من تونس ومن كل الولايات تقريبا، باش نحاولوا نوصلوا صوت الناس الكل اليوم، باش نكونوا موجودين في جمرت وين تكون زميلتنا ملاك يزيد موجودة في أشغال المؤتمر 23 للاتحاد التونسي العام للشغل، ونكونوا زادة موجودين مع مجموعة من الضيوف باش نحاولوا زادة نتنقلوا القليب. يا ما تنساوش الناس الكل، ما نعرفش كان الجمهور تبعوا في الاكيب ناسيونال ولا لا. دونك باش نمشيو لقليبيا ونشوفوا الجمهور في القهوة كيفاش يحضر في روحه ويستناو في الماتش اليوم، ماتش حاسم للمنتخب الوطني لكرة القدم. كما قلت زاد مجموعة من الضيوف تكون حاضرة معنا اليوم، أولهم باش نعملوا معاه الدورة نتاعنا على الأكتواليتي هو أول ضيوفنا اليوم وأول ضيوفنا بيان ايفيدافون في الموسم هذايا. سعيدة جدا باستقبال زميلنا من إذاعة موزايك هيثم المكي، مرحبا. مرحبا بك هيثم، شنو أخبارك؟ سافا. مرحبا بك هيثم. اهلا وسهلا، مرحبا بك وبالساده المشاهدين وبالسيدات المشاهدات. به الكونسيبت نتاعنا في اول الاجزاء زلنا نفسروا الناس الكل شنو اللي باش نشوفوه معاك هيثم. احنا تقريبا كل يوم نعرفوا الناس كلنا ساق سريع للاخبار والاحداث يصير في تونس. دونك في الجزء الاولاني يكون معنا في كل مره ضيف، ينجم يكون صحفي، ينجم يكون ناقد، ينجم يكون مثقف، نحكي ونشوفوا تقريبا تقرب شويه هيثم اللي تعمل فيه في موزايك على اون. دونك احنا باش نشوفوا مع بعضنا اولى الفيديو اللي معنا اليوم، لو كان تعطيونا على الشاشه نشوفوا الفيديو اللي دارت برشا اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي. سيد رئيس الجمهوريه ولا فاموز فواتور الكهرباء اللي حكيت عليها الناس الكل، عطيونا تراه الصوت. اما كونه عندنا الغباء السياسي ما نظنش، ثم هذوما صحفيين زاد مرموقين، انا منهم صحفي اللي يتكلم على هذا، انا عندي ليه تقدير كبير لانه رجل عاقل ويعرف. ولكن اش باش نقول لك؟ توا في عود الكهرباء بالمشاكل تاع تونس وبالبطاله وبالفقر وبالتهميش وبالتنميه، بالله الكهرباء اللي يهم تونس. هذه الكرهبه اللي هديتها اليزابيث البورقيبه تحكي عليها، وزميلنا سفيان بن حميده قال اللي الكرهبه هذه تفركت وتباعت، لكن اليوم سيد رئيس الجمهوريه لقى الوقت انه يتنقل حتى للكراج ويورينا الكرهبه ويجاوب ويقول اللي هي موجوده. شنو رايك هيثم، معقول ولا مش معقول؟ يعني سي انكدوتيك، معناها يعني هذايا تعدى في ركن الطرائف نورمالمون، نوادر يعديوها يعلقوا عليها زوج الناس، عفوا يعلق عليها اللي باش يعلق عليها على فيسبوك، نضحكوا عليها شويه ونتجاوزوا. ما ريتش في المقتطف اللي اخترتوه ما ريتش حاجه، باللي ريته انه السيد رئيس الجمهوريه عنده ملاحظات او انتقادات ربما يوجه فيها للصحفيين اللي حكاوا على الموضوع هذا. المشكله انه السياسيين لازم يفهموا بون فوا بور توت انه راهو انتوما اللي تصنعوا الماده اللي من بعد، فاهم؟ مش انتوما اللي تصنعوا الماده اللي تعدى من بعد في الاعلام، يعني كان ما جيتش انت تلهيت بالموضوع راهو الصحفيين ما تلهوش به وما حكاوش عليه، وراهو الصحافه ماهيش باش تكتب على كيفك. هو قال انه ماذا بينا لو كان صحفيين يحكوا في قضايا هامه، لكن زاد غريب شويه انه نلقاو رئيس الجمهوريه خذ الوقت باش يجاوب على موضوع يعترف هو انه ماهوش في حاجه انتظارات الناس. يعني تو تحب صحفي ساعه قبل صحفيين قاعدين يحكيوا على المواضيع الهام، ظهر لي معناه كي تحل التلفزه ما تلقاش مثل 7 نتاع الصباح لنص الليل وهم يحكيوا على الكرهبه هذه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه تو انت تلوم على الصحافي اللي هو تلهى بموضوع تراه انت ما عندوش اهميه كبيره، لكن هاك انت تنقلت انت والسيد مدير الديوان نتاعك زاد معاك ومشيت عملت له طاوله وكراسي الموضوع، وبعدها ما نلوموش على انتو كا الموضوع يستاهل ما يستاهلش، الصحافي عنده ما يعمل فاضي شغل، هذا الكل مش مفترض انه السلطه التنفيذيه هي اللي تقول للصحفيين ركزوا على هذا وما تركزوش على هذا. احترام حريه الصحافه يدخل زاده في احترام حق الصحافه في انها تحكي على المواضيع اللي تتناولها من الزاويه اللي تحب عليها هي. بالطبيعه انت تنجم يعجبك كما تنجم ما تعجبكش، اما راي احترام حريه الصحافه ما هي جوست كلام وكهو ومن بعديك ساعه ساعه كل مره فما كيفاش يقولوها كالسنفور هذاك اللي عاود يخرج هذاك يرجع لحقيقته. فهمتي؟ اما زاد هذا يقول اللي صحافه تقعد ديما فوق النقد، فما مواضيع تشوف توا هيثم قاعد تحكي عليها في الاعلام
بكل الوسائل نتاعو ماهيش وقتها انها تتطرح، والا ما كرهيش الطرحت. انت قاعده تتابع شويه في اللي قاعد يصير في المشهد، وانا بعدش نقترح عليك ان نشوفوا فيديو، لو كان تابعوني الجماعه نحب نشوف الفيديو نتاع لمن يجرؤ فقط البارح، الحوار اللي كان بين زوز ضيوف، باش نشوفوا خالد شوكيت. مثالش تابعوني شويه لانه انا قلبت الفيديو، تابعوني شويه باش نمشيو نشوفوا خالد شوكيت وليد جلاد في الحوار اللي صار البارح، كيف زاد نقاش كبير صار عليه وجدل كبير. هل انه هذا اللي يستناوه الناس من النخبه السياسيه؟ اذا كان حاضر الفيديو نشوفوها مع بعضنا. هات ناخذ رايك مثالش هيثم لو طون اللي تحضر الفيديو. قلت لك الاعلام ماهوش فوق النقد، بالعكس الاعلام هو اكثر، معناها الاعلام نورمالمون في دول ديمقراطيه ينقد بعضه وينقدوه معناها ناس اخرين خاصه مختصين في المجالات المختلفه اللي يدخل فيها الاعلام الى اخره. لكن فرق بين النقد اللي يجي من طرف معناها انسان موازي للاعلام، يعني مثلا وقت اللي ناقد ولا مؤرخ ولا اي شخص معناها ينقد معناها ماده اعلاميه معينه، هذا نقد متساوي، يعني زوز ناس فرد درجه. المشكله وقت اللي النقد يجي من السلطه السياسيه، وقتها يولي فيه ضمنيا ضغط على الاعلام، على خاطر انت ماكش قاعد ينقد فيك انسان كيفك كيفو. انت هيثم موجود كل يوم في راديو في برنامج تقريبا 100% سياسي، فما ضغط يمارس عليك؟ ضغط ضغط والله شو نقول لك، الضغوطات راهي ديما موجوده، باش ما نكذبوش على بعضنا، وزاد ما نغطيوش عين الشمس بالغربه. الضغوطات ديما موجوده في كل وسائل الاعلام، ما فماش وسيله اعلام ما فماش عليها ضغط، كان مش من طرف السلطة السياسية، راهو من طرف السياسيين اللي ماهمش في السلطة، ولا من طرف معناها الشركاء المتداخلين يعني في مجال خدمتنا، والا فما الضغط الاقتصادي زاده اللي يخليك مثلا ما تنجمش تنقد المستشهرين مثلا، هذا موجود في كل وسائل الاعلام تقريبا. تبقينا انت وطريقة تعاملك، التعامل نتاعك مع الضغط هذاك، اسكو باش تتصدى له؟ اسكو باش تعمل معناها تحسسهم اللي زايد ما يصلح لحد شيء؟ والا اسكو باش تركح للضغوطات بلغتنا نحن وتقول لهم الله يبارك اللي تراوه انتم صالح وتمشي معاهم في الخط؟ وفما شكون يولي يخدم ضغوطات هو بيدو زاد معناها يوصل للدرجه القصوى في العمليه. هات نمشيو نشوفوا الفيديو اللي حاضر، اعطيونا لمن يجرؤ فقط في القناه الحوار التونسي البارح. مش باهي وما نجمش تصبر. لا ما نغلطش انا، انت اللي غلط. انت تو تغلط تقول انا كنت نجم نقول. اسمع كيما سمعتك، اسمع. تفضل. اسمع. نسمع فيك. تكلمت برشا. من بكري نسمع فيك. اسمع. انت جيت معبي لانك انت تستنى. كنت اسمع فيك معبي. جيت معبي. استنى فيك. طيحت مستوى النقاش. لا. بديت تردح. لا متعود في الجزيرة. لا لا شفت بن علي. حقيقتي مليون مرة. دفعت عليه واحد. فيه. لا 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 عاد لا عاد لا لا سي وليد لا لا تفرج فيك لا 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 عايش راهو النقاش انحرفت به للعنف انت هو اللي انحرف به لا هو اللي انحرف به تسمع لك نعرفها نعرفها ولا أقرب العركة في الحومة، تسميع كلام بين زوز شخصيات، وزير سابق ووليد جلاد اللي يمثل الحزب الحاكم. معناها تشوف أنه هذا اللي يستنيوا فيه الناس، هيثم أنت ظهر لي تحكي برشا مع الناس ويوصلك برشا تفاعل الناس من خلال الخدمة اللي تخدم فيها في الراديو. شنو اللي نجم يقول المواطن في حاجة كثمة هذه؟ المواطن معناها قال فماش مواطن واحد بالطبيعه ما شنيا، يعني التوانسه اكثريتهم عبروا عن مواقفهم من المشاهد اللي كيما هذايا عنده برشا. انا بصراحه وليت من الاخر وليت نفد كي راح جيت هكاك، وما عادش نحب نعلق، ما عادش خاطر شنو فما متعلق؟ باش نعملوا درس نتاع اخلاق نتاع ساتير او عيب، ما نقولوش كلام خايب، ما نسبوش بعضنا، احترم زميلك هاك ريت معناها. داير ظهر لي باللي قاعدين يعملوا فيه زعما نعملوا الشيء هذا، خاطر كي تشوف تقول له شبيك طيحت، لا هو مش انا ساتير لا معناها شنو باش نعلقوا عليك؟ حاجه اخرى اعلاميا التناول نتاع الموضوع هذايا، برنامج مسجل
سؤال منطقي كان ينجم يتقص في المونتاج كما تصير في برشا حاجات اخرين طوح. انه نعدي ومعناها تيت 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 والناس تقعد تخمم زعما شقال وزعما شقال وظهر لي ما ينجم يفيد حد شيء تقعد تعودها بشويه زعما شنيه وما يفيد حد شيء في الاخر معناها شنو اللي يضيف انه نعدي هذا في مشهد اعلامي اعلاميا الطريقه هذه نتاع الخدمه شوف. شنو رايك فيها هكاك باش نحكيو اعلاميا هكاك نرجعوا للساس اسكو نحن قاعدين نتفرجوا في الاعلام التونسي بصفه عامه ذا جوست نموذج خاصة في الإعلام الخاص أنا واحد من الناس كان جاي بلاتو إعلام الخاص قلهم خلوني في الدار يرحم والديكم جيت خاطر إعلام عمومي ومعناه من واجبنا أن نحاولوا باللي نقدروا نوصلوا للناس نفهموهم شنو قاعد يصير بالضبط في الإعلام الخاص لأنه قاعدين نتفرجوا في برامج سياسة برامج ولا في برامج إعلامية أم في برامج ترفيهية على خاطر شنو هي المشكلة المشكلة هو اللي التخليط مش باهي والمشكلة أنه أنت تحب تعمل حاجة إعلامية لكن فيها شوية ترفيه باش تجلب المستمع وأنا واحد من الناس نعم فيها الحاجة ذي مش قاعد نقول لي هي عيب معناها ولا غلطة لكن المشكلة اللي ولا التخليط تماما اللي ما عادش بالكل نلوجوا على المعلومة ما عادش بالكل نعطيه معلومة ولا نوصله معلومة ولا ديزينترفيو كما تشوف مثلا في امريكا يعمل انترفيو مع كيم كارداشيان ولا جايزي كما تشوفوا في تونس يعمل في انترفيو مع علي العريض ولا خالد شوكات ولا اللي هو دونك في الاخر نحن شنو نحبوا نعملوا نحبوا نفرهدوا العباد بالسياسه ولا نحبوا نوصلوا لهم معلومه ابري تقول لي انت كان ينجم يتنحى ذا في المونتاج معناه راي نجم نختلفوا فيه لكن ناحيه اخرى انا نقول لك علاش معناها وقت اللي السياسيين يحكيوا نورمال نخليهم وقت اللي بداوا يتعاركوا نحيوهم مش كاننا ولينا كيما وقت بن علي وقت العرك في الستاد ما يتعداش بتتر زيد المواطن يحب توصل له الصوره كامله هي معقول باش نمشي وإحنا بعد شويه انت حكيت على الصوره في الاستاد كيفاش كانت احنا باش نمشيو نشوفوا المنتخب الوطني التونسي بعد شويه مع زميلنا محمد علي بوزقرو مبعوث للتلفزه التونسيه للكونغو لكن قبل هذيا نمشي معاك للفيديو الثالثه ونشوفوا سي حسين العباسي في اخر تقريبا خطاباته هي تعطيونا للفيديو اون اتوندو يحضر بوزقرو ونمشيو له في كل وقت الخط مفتوح وعهدا مني ان اظل واحدا منكم وفيا لمنظمتنا ولرموزها على استعداد دام ودائم لتقديم الرأي كلما طلب مني وكلما ارتأيته مناسبا ومفيدا التوفيق والنجاح لأشغال مؤتمرنا التوفيق والنجاح لإخوتي وأخواتي ممن سيستسلمون الأمانة من بعدنا 5 سنوات من المخاض العسير تربع خلالها الاتحاد بشهادة القاسي والداني في موقع الريادة ليصبح جزءاً من المشهد اليومي في حياة التونسيين والتونسيات وشغفاً تونسياً بامتياز مكرساً الدور الذي افتكه في تأثير ثورة الشعب التونسي العارمة ضد نظام الاستبداد والفساد سيد حسين العباسي البارح شفنا الكلمة متاعه يقول لي هو باقي على ذمة الاتحاد حتى كان غادر الكرسي لكن زيد فما جزء ما شفناه شوني في الفيديو هذية اللي هو متأثر برشا وحكي بطريقة يمكن ما عهدناش نشوفه فيها العباسي للرجل اللي ديما شفناه في مواقف وصعب شوي أي. يسلم في الأمانة حسين العباسي وكلكو سورت يعني ديما الخطابات المغادرة ديما يصير فيها تأثر كبير الحاجة اللي حبيت نقولها هو أنه أنا عادة في فقرة متاعي في موزايك نسخر برشا من كلمة النموذج التونسي مش من معناها من الكلمة في حد ذاتها لكن من المعنى اللي برشا ناس تحب تعطيه لها خاطر ساعات ناس تتكلم على تونس كأنها مطلعة تطليع يعني ما فما حتى بلاصة كيفها في العالم كي نقولوا لهم شوفوا في البلدان الأخرى اش عملوا مثلا لمحاربة البطالة ولا لإصلاح التعليم يقول لك لا تونس نموذج وحدها ما جزء من النموذج التونسي الصحيح اللي بالحق هو وجود نقابة في معناها في حجم وفي قيمة الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هي معناها منين تلقى بلاد أخرى فيها نقابة عندها دور الريادي كما قال مشلوقة خشبية اللي قالوا حسين العباسي فوالا أهمية الاتحاد في في أي معادلة في تونس مش كان سياسية ولا اقتصادية ولا غيرها هي بالحق معناها حاجة نموذج جدير بالدراسة بالنسبة لنموذج تونس بسلبياته وإيجابياته اللي نجمو نختاروا نرجع فيها. معك للسلبيات والإيجابيات لكن بعد ما نمشي محمد علي لأنه مربوطين بوقت وزميلنا يلزم يدخل الملعب حاليا محمد علي تحياتنا ليك سلمنا برشا على الجمهور اللي بحذيك موافقين إن شاء الله أعطينا الأجواء اليوم قبل المباراة
مرحبا بك فاتن، مرحبا بضيافك. نوصل تحيتك لجمهوري، حيوكم من تونس. تحكيوا على الاتحاد العام التونسي للشغل، حاجة مهمة برشا، وتحية لكل مناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل من هوني من الجابون. فما حاجة أخرى مهمة برشا أيضا، هي المنتخب الوطني التونسي اللي يلعب بعد شوية إن شاء الله مباراة مهمة برشا من أجل ترشح للدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا الجابون 2017. بعض الاستفزازات للمنتخب الوطني التونسي قبل دخول الملعب، أول مرة تصير حكاية كيما هكا هوني في الجابون. تقريبا خمسة دقائق ستة دقائق واقفة حافلة المنتخب الوطني التونسي هوني قبل ما تدخل للملعب، كنا حاضرين حافلة منتخب زيمبابوي داخل الديريكتومون. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي كانت فما شوية تعطيلات، علاش مازلنا ما نعرفوش، ولو حكينا مع رئيس الجامعة قال تعطيل كيما هكا تخوف صحيح، لكن إن شاء الله ما تأثرش على المنتخب الوطني التونسي. التشكيلة كانت خرجت منذ أمس وحكينا عليها من البارح، كيما أكدنا غياب الحارس أيمن البلبولي بداعي الإصابة، طه ياسين الخنيسي لأول مرة يدخل كأساسي في المباراة المنتخب اليوم. الجماهير التونسية بدأت تتوافد هوني على ملعب ليبلوفيل، كيما تشوفوا العلامات زينة، نساء ورجال حاضرين. ونبدأ بوحدة من نساء تونس، من حراير تونس، جات مزينة اليوم للماتش باش يقف وراء المنتخب، هاوكا كل واحد واقف على طريقته مع تونس. وي أنا فرحانة برشا اللي تونس تلعب اليوم، وإن شاء الله تفرحنا. كيفاش باش تشجعها؟ جوست بالزينة هذه ولا باش تغني بعد؟ باش نغني ونسيح وكل هي تبركة ماركي ساعة من بعد نشوف. وأنت شبيك ما جيتش مزينة؟ أنا مزينة الداخل في قلبي هنا، ومزينة بالعالم ميزي. عندكم برشا تعيشوا هوني؟ عنا عامين ونص كيكا. تروحوا لتونس ولا؟ مرة في العام. سافا السكنة هوني والعيشة هوني امبيكابل، طيارة بلاد تفتق وفرحانين وعاملين جو. تشجعوا التوانسة باش يجيو هوني لأفريقيا ويستثمروا هوني ويخدموا هوني؟ على الأخر، على الأخر اللي يعرف كيفاش يربط خيوطه على الأخر، راهي بلاد مازالت تستقبل العباد ومازالت معناها مازال فيها الخير ومازالت محلولة للعباد الكل. الصوت حاضر للغناء اليوم بالكدا؟ بيان سيغ حاضرين نحن للصوت، وحاضرين حتى كان لازم باش نهبطوا نكولوا احنا، فما حتى مشكل. هكا شفت فاتن كل واحد بيشجع المنتخب على طريقته اليوم، ان شاء الله نتمناه التوفيق للمنتخب الوطني التونسي وبالتوفيق اللي كنت في بقيه الحصه. تفضل. يعطيك الصحه، شكرا لك دالي، كنت معنا في متابعه. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي، ان شاء الله يا ربي تكون النتيجه اليوم كما يستنى الجمهور. هيثم تتبع كره؟ لا. ما تبعش الكره؟ اذا ريتني بديت نحكي في الكره خرجني من الاستوديو في سعفيسه. هذه نرجعوا ملل، نرجعوا للجو نتاعنا باش ما تخرجش. نرجع نكمل معاك، عندنا ارتيكل اليوم ظرف الشارع المغاربي باش نشوفوه معنا على الشاشه. سيد علي العريض في حوار مطول خلينا جزء قصير منه، يقول لماذا تعتبر ان لقاء الغنوشي بالقليل لا يستحق مساءله خاصه؟ جزء هام من قيادات الشارع المغاربي تسال السؤال، جزء هام من قياداتكم يصفه بالمجرم. هنا نشوف إجابة سيد علي العريض اللي يقول ليس لأننا اختلفنا مع نظام نفعل مثل ما فعل البعض، في بعض البلدان دمروا الدولة، نحن أتينا لرفع الاستبداد والحفاظ على مكتسبات الدولة. الخط العام للحركة ولقيادة الحركة أننا نسعى اليوم لمقابلة الناس الذين كان لهم مشكل، كان لنا مشكل معهم في الماضي، والقابلون للتقدم. هذا تقريبا أهم ما قاله علي العريض في حوار اليوم في الشارع المغاربي في إجابة علاش رشد الغنوشي قابل القليل. موقف الحركة وموقف القيادات من الموضوع كل نهار وقسمه، كل نهار وقسمه. فوالا شوف، باش نبعدوا على البينج بونج الإعلامي والتصريح هذا ورد عليه إلى آخره، المشكلة شنية اليوم؟ المشكلة هي أنه هذه إرث النظام السابق، شنو باش نعملوا فيه بالضبط؟ نورمالمون يا أما نمشيو مباشرة للقضاء، القضاء التقليدي، القضاء العدلي ولا الجزائي ولا اللي هو، معناها حسب البلاد. وبالنسبة وإلا نمشيو للعدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية في تونس رقدت 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 بعد ما تمت، معناها تم انتقال السلطة مرة واثنين وثلاثة، وقتها بدينا في العدالة الانتقالية. دوك بدينا بها إلى درجة، يعني اليوم ما زلنا تقريبا ما زلنا بدينا في مسار العدالة الانتقالية، وعنا ديجا ست سنين على الثورة. والمشكلة زادة أنه حتى مسار العدالة الانتقالية مانيش متفقين فيه الناس الكل. يعني عندك زوز مسارات متوازية، مسار العدالة الانتقالية ومسار اللي يحبوا معناها يبداوا فيه رسميا خاصة رئاسة الجمهورية، وشفت أنه السيد رشد الغنوشي سندها زادة، اللي هي مسار اللي بدات مصالحة اقتصادية ثم ولات مصالحة وطنية شاملة. اليوم هل أنه يحبوا مصالحة بون فابورتوت معناها عدي الملفات
تقع التعامل معهم في لجنة تابعة شيء تابع رئاسة الحكومة شيء مستقل كما جاء في قانون المصالحة، وألا يحبوا يتم النظر فيها في لجنة التحكيم والمصالحة في صلب هيئة الحقيقة والكرامة. هذه المنافسة اليوم وانا با لامبريسيون معناها ما ظهرليش اللي هي منافسة متاع معناها من أجل تحقيق العدالة أو من أجل دفن التركة إلى آخره، منافسه متاع شنو؟ نعم من اجل شنو؟ منافسه متاع كيفاش نقول لك، يعني شكون باش يسيطر، شكون اللي باش يتحكم في المسار هذايا ويمشي فيه حتى لاخر درجه. خاطر ما ننساوش زاد انه العداله الانتقاليه فيها زاد برشا نجم تستنفع فيها برشا حاجات، تنجم تستفيد برشا حاجات. رينا كيفاش قانون المصالحه الاقتصاديه الهدف نتاعو هو اعاده اموال معينه خاصه اللي في الخارج الى البلاد. مسار العدالة الانتقالية عنده توجه آخر، ورغم يعني عديد الانتقادات وعديد مواطن الخلل في المسار هذايا، ربما يلزمنا نلقاو اليوم حل وسط بين أنه نمشيو للآخر في مسار العدالة الانتقالية وإلا نمشيو بالبروسيدور متاع المصالحة. المهم المصالحة هذه كان باش تتم في كنف الشفافية التامة. الشيء اللي كان تكفلوا النسخة الأولى ولا الثانية من قانون المصالحة ولا تكفلوا مجلة إجراءات هيئة التحكيم والمصالحة اللي في صلب هيئة الحقيقة والكرامة. باش نمشي لأرتيكل آخر اليوم، تونس الرقمية، منتدى دافوس يقول اللي تونس البلد الديمقراطي الوحيد في العالم العربي، ويعتبر اللي البلدان الأخرى كما الجزائر المغرب ومصر والعراق والأردن هي ضمن الدول التي توجد فيها ديمقراطية، فما دول أخرى كما دول الخليج لا توجد فيها ديمقراطية والباقي تعيش حالة حرب أهلية. هذه نقطة تحسب لتونس هيثم، وإلا ما نقارنوش رويحنا بدول وضعيتها السياسية ما هيش قد قد هوني تونس إذا ما زال عندها خدمة أخرى؟ لا بون ما نقارنوش بطبيعة، ما نجموش، يعني أنا نحن ضدك المقارنة متاع تونس هي ناجحة لأنها خرجت بسلام من الربيع العربي. لا هذا لا يكفي، وحتى معناه كلمة الربيع العربي حسيلو من غير ما ندخل في تفاصيل، ما هيش فخرة أنك تكون الأول في الأخرانين، فهمتني؟ يعني قسم فيه 40 واحد كي تكون أنت 34 لازمكش تكون فرحان ياسر. لكن كوميم نجحنا على الأقل في أن معناه ما غرقناش برشا 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 كيما البلدان الأخرى، لكن نحن مهددين باش نغرقوا زادة. هذا واقع يلزم نقولوه، ما يجمش الحمد لله سافا ونتكاو، نحن زادة مهددين باش نغرقوا. ومهدين باش نغرقوا مش مسألة الديمقراطية ولا الاستبداد ولا الديكتاتورية وغيره، مهدين خاصة اقتصاديا على خاطر البلاد ما عندها مدة، ما هيش قاعدة تنتج وقاعدة تصرف برشا وقاعدة تستهلك برشا. كيفاش باش نخرجوا منها؟ ما فماش 900,000 حل، العمل ثم العمل للفدلكة فقط. الشاهد سامحني ومكافحة الفساد اي باش نحكيوا فيها هذه بعد شويه مع ضيفنا سيد الوزير اللي باش يكون بعد شويه عبيد البريكي وضيفنا في الجزء الثاني، لكن هذه باش نحكيوا شويه. قلنا للفدلكة الشاهد يتقن الفرنسيه والانجليزيه جيدا. سيد حمادي جبالي يقول لو يوسف الشاهد ايز تبارك الله عليه. أنا باش نهزكم، كنت حاب تعلق عليها قبل ما نمشيو نشوفوا الفقرة المصورة، باش نهزكم للشارع التونسي، وهيثم نحبك تسمع مليح التونسي شنو باش يقولوا التونسي وقت اللي ناخذوا رأيه في التونسي نفسه كيفاش يقيم روحه. فقرة مع زميلتنا زهرة فضلي ومن بعد نرجعوا للبلاتو ناخذوا رأي هيثم في الكلام اللي باش يتقال. ربي يهديهم، ثم اللي يحترم وثم اللي ما يحترمش. الناس كلها مسيبة، معناتها كل حد على تربو فلس كما يقولوا، كل حد يضرب على روحه. التونسي بصفة عامة فيه الباهي وفيه الخا، فيه اللي يحترم وفيه اللي يقدر روحه وفيه اللي ما فيه ما يعمل الله في قلب بعض ومتربي. قل قليل اللي يحترموا، إن شاء الله إن شاء الله احنا نتفائلوا خير، وإن شاء الله تونس بقدرة ربي إن شاء الله قدام خير. أما التونسي بصفة عامة ما يحترمش، سورتو اللي نشوفوا فيه توا واحد ضرب مرأة، واحد يحب يخطف مرأة، واللي صاير للأطفال، وماذا بينا الوعي. والله تونسي توا متحضر، فهمتني؟ أما فما شوي هكا الخدمة ما فماش. التونسي للتونسي رحمة، وزما توانسة عندهم نقمة، كي يبدأ لبس عليه يحقر خوه التونسي، والغش خاصة في الغش، الززارة والخضارة والكل الكل على بعض، والحوات الكل على بعض والغش.
زميلتنا زهرة فضلي وقت اللي خرج لتارع الشارع التونسي وسألت شنو هو تقييمك للتونسي نفسه، قالت لي الناس قلوبها معبية وبرشا حبوا يحكيوا فيه الموضوع، حاولنا ناخذوا قدر الإمكان لأنه الوقت ما يسمحش نعديوا الناس الكل، لكن نشوفوا اللي التونسي في المجمل ماهوش راضي على سلوكه وعلى سلوك غيره. أيوة مش راضي على شنو؟ على سلوكه. فوالا يعطيك الصحة، خاطر تو كان نسألوا 11 مليون تونسي تو كلهم يقول لك والله معناها يعني العباد أخلاقها فسدت والعباد منطقها ولا سافابا، تقول شكون هم العباد هذوما؟ هم الناس كل متقل أون فيت شنو هي المش معناها كيفاش نقول لك؟ يعني الناس فاد قولها كما هي من غير ما تعمل أوتوسونسور. ليه معناها ما فهمت، مش حكاية أوتوسونسور، حكاية معناها نحن جوستومون لازم نصلحوا من رواحنا، معناها ساهل ياسر أن نبدا ذاك به وذاك عليه وذاك، لكن في نفس الوقت احنا بيدنا عندنا برشا مواطن خلل نحن أولهم ويلزمنا نصلحوهم. لكن زاده من ناحيه اخرى فما موديل، معناها فما نموذج الناس كل تلوج على قدوه تحب ولا تكره، تحب على نموذج نمشيو عليه. احنا البلاد هذيا شنيا نحبوا نعملوا منها؟ راهو الانسان كي يبدا من اللي هو صغير يشوف يبقى انه اللي ينجح هو اللي يتحايل وهو اللي يسرق وهو اللي يفك وهو اللي يبدا معناها منطقه عادم مع العباد وهو اللي يبدا متبورب على غيره، يشوف انه هذاك هو ذا تونيزيان دريم، هذاك هو ليكزامبل ا سويف، فوالا هذاك هو المثال. يلزم يعني تعمل كيفه باش بلغه اخرى باش تنجح يلزمك تكون هكاك. ويشوف اللي يكون متربي ولا معناها ما يحبش الظلم ولا يبدا عاقل وما يوجعش غيره، يشوف هذاك يبدا محقور يبدا منيه معناها دونك باش يولي يلوج باش يتبع نموذج القوه هذاك والناس تنبهر بالقوه. ناقصين مثال كي نشوف مثلا مش معناها مش نحكي بمنطق قائد والى اخره، لكن مثلا فما ما يسمى النخب. وقت اللي انسان يشوف يجيبوا له ناس يقولوا هذوما هما النخب هذوما هما الكبارات تاع البلاد هذا احسن ما عندنا في البلاد، ويشوفهم يتصرفوا بطريقه كما اللي ريناها بكري في عارك الى اخره، يقول لك هذيك هي الريقله بلغتنا نحن، يعني انا كان ما نعمل شكاكه باش ياكلوني. كيما في الكياس من الاول تبدا تقف في الضوء الاحمر وما تدوبلش على غيرك، تحترم الاولى، تشوف الناس الكل ترفس تولي تقول خا نفك بلاستي انا زاد. هذيك المشكله. معقول. هذه كانت فقرتنا الاولانيه اليوم، حبينا نشوفوا لاكتواليتي نتاعنا، عملنا دوره وشفنا شنو اللي صاير اليوم في البلاد. يعطيك الصحه هيثم اللي كنت موجود بحضينا، انا باش نشكرك برشا واكيد باش تعاود ترجع بحضينا هيثم. ميرسي بوكو ابلوديسي هيثم. ميرسي. باش نكمل معاكم وباش نمشي للجزء الثاني، وزميلتنا ملاك اليزيد اللي باش تكون بعد شويه موجوده في قمر. ملاك اذا كانت تسمع فيا الكلمه عندك، احنا نستفي اخر اخبار اشغال المؤتمر واكيد موجوده بعد الندوه الصحفيه اللي كانت موجوده قبل قليل، وعندك بعض التصريحات اذا كانت تسمعني. ملاك مرحبا بك. ملاك يبدو انها ماهيش تسمع فيا، في انتظار انها تحضر ملاك وتكون تسمع فيا، انا نهزكم معايا حتى نستقبلوا ضيفنا الثاني في موعدنا اليوم السيد الوزير عبيد البريكي. شكرا على الحضور معنا ومرحبا. مرحبا بك. اهلا وسهلا. شو احوالك؟ لاباس؟ يعيشك، تفضل. مرحبا. السيد الوزير. أيوة. مرحبا بك. يعيشك، بارك الله فيك. برشا حديث على الوظيفه العموميه وحديث ظهر لي يهم جزء كبير من التوانسه، لكن انا نحب نبدا معاك منين كنت باش نبدا اللي هو مؤتمر الاتحاد. ما نجمش نبدا تو باش نقول لك حط الكاسكيت الثانيه كنقابي سابق، نحكي معاك على المؤتمر، الاصداء اللي قاعده توصلك عليه، كيفاش قاعده تعيش فيه مناسبه كبيره في تاريخ الاتحاد اليوم. هي فعلا مناسبه كبيره. نسبة كبيرة. إيش معناها؟ معناتها أولا ساعة شكرا للاستضافة في الخضم هذا وفي هالبرنامج الجديد، مرحبا، وأرجو التوفيق لهالبرنامج ويكون إضافة نوعية في مسار الإعلام خاصة الإعلام العمومي إن شاء الله. المؤتمر الاتحاد يعتبر حدث، حتى أنا تو من خارج الماكينة نحكي يعني في موقع واحد آخر. حدث ليش؟ لأنه ماهوش عادي، هو عادي من حيث التسلسل الزمني ولكنه مؤتمر استثنائي. استثنائي بحكم انه يتوج مرحله سابقه نتاع سنوات مازال التوانسه يعانيوا فيها، معناتها فيها جمله من النجاحات لكن الى الان فيها اخفاقات واخفاءات كثيره. لكن ايضا هو مؤتمر استثنائي لانه يؤسس المرحله الجديده مرتبطه ارتباط وثيق بالواقع اللي تعيشه البلاد، وذاك علاش تحس التاثر على من العام، لاني اولا انا عشت المرحله هذه في مؤتمر تبرقه. واحد لما يغادر الجو هذا يحس، وثانيا لانه خطاب الامين العام تحسه حلقه في سلسله كامله وهذا مهم جدا. الاولانيه وثيقه كرتاج،
ومحتواها، والثانية خطاب رئيس الحكومة عند التصديق على الحكومة، والثالثة خطاب رئيس الحكومة 14 جانفي، والرابع خطاب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشؤون. قواسم مشتركة في الهواجس، الكل فما إجماع على أنه تونس نجحت سياسية، قدمنا في مسار الحريات، قدمنا في مسار الديمقراطية، ولكن أمام تونس تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. واحد يشعر براحة لما يحس بالتوافق، لما يحس بالانسجام في التشخيص، لأنه عندما يكون الناس منسجمة في التشخيص تولي تنكب على البحث عن الحلول، نفس الهموم تولي تلوج على الحلول، ويولي خلافنا مش حول التشخيص هذا صحيح ولا غلط، خلافنا حول إيش نعمل باش نتجاوز الإشكالات اللي حولها إجمع. هذه أنا أعتقد أهم استنتاج من خلال افتتاح مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشؤون. وأنا على يقين من أنه الاتحاد مهما كان القيادة اللي باش يفرزها والتنافس طبيعي باش يلعب دور كبير في معناتها مواجهة التحديات المطروحة على التوانسة، واللي هي معروفة، قالها حسين العباسي وقالها سيوسف الشاهد معناتها مرات، وجات في وثيقة كارتاج. الاقتصادي تعرفوا الناس الكل، معناتها اليوم مؤسسات عمومية منهارة في وضع أغلبها. باش نحكيو فيه، لكن لو تسمح سيد الوزير نقاطعك لأنه نحب نمشي لزميلتنا ملاك اللي موجودة على عين المكان. إذا كانت تسمع فيا ملاك مرحبا بيك على المباشر في الموعد الأول للوطنية مباشر. ملاك اليزيد موجودة في جمارت بالتحديد في أشغال المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. الكلمة ليك ملاك، أعطينا آخر مخرج بعد الندوة الصحفية اليوم. أكيد مرحبا بك فاتن ومرحبا بكل متابعي الوطنية مباشرة على الوطنية الأولى. أكيد كما قلت احنا قاعدين نغطيه في فعاليات المؤتمر 23 الجديد. ممكن أعطيك بلغة الأرقام، 600 ألف دينار هي الميزانية المرسودة المؤتمر هذية في نسخته 23. أكيد نعرفوا اليوم الندوة الصحفية كانت مخصصة باش تعطينا تفاصيل على كل من معناها على رأس اللجنة اللي باش تتلهي بالمؤتمر هذية. نعرفوا لحسين العباس هو رئيس المؤتمر في نسخته 23، أيضا بالقسم العياري هو الناطق الرسمي باش يكون للمؤتمر هذايا، فاروق العيادي ومولدي الجندوبي نائبي حسين العباسي، وأيضا حسين يحمدي وأمنة عوادي مقررين. وبالقسم العياري كما قلت في البداية كان أعطى كل التفاصيل من خلال الندوة الصحفية هذايا. اليوم ممكن الانطلاقة الفعلية للمؤتمر 23، البارح كان الافتتاح نوعا ما الرسمي اللي حضروا فيه الضيوف، كانت كلمات افتتاحية خاصة، لكن اليوم بدينا في العمل الجدي وفي إطار التوافق كما يقول ضيفك سي عبيد البريكي، في إطار توافق والوفاق وفي إطار الديمقراطية نشوفوا في تنافس معناها ديمقراطي إذا كان نجم نقوله. نشوفوا اللي الناس الكل اليوم المترشحين في القائمات إما مستقلين وإلا مترشحين في قائمة الوفاق أو قائمة قاسم عفية قاعدين معناها على أساس أنه اليوم راو اللي باش يفرزوا الصندوق هو اللي باش يتفقوا عليه الناس الكل. آخر ما صدر ممكن في القاعة المغلقة لداخل سي سامي الطاهري، هذا المساء كان بعد عرض التقرير المالي، هو عرض مشروع تنقيحات القانون الداخلي، القانون الأساسي وهيكلة الاتحاد، واللي تم فيها بسط كل التغييرات المطروحة واللي خدمنا عليها أكثر من 3 سنوات وعرضت للمجلس الوطني في توزر، واللي اليوم من المفروض يبدأ المصادقة عليها. بعد العرض هذا تحولنا إلى تقديم الفصول التي يجب تنقيحها فصلا فصلا والتصويت عليها على ضوء التفاعل. إذا كان ثم يعني توافق على ذلك فبدون تصويت، وإذا كان ثم نقاط خلاف يعطى لرأيين مختلفين تقديم رأهم ومن بعد مباشرة نتعدوا للتصويت، لأنه هذا العمل خدمنا عليه كما قلت أكثر من 3 سنوات. رغم المنافسة اليوم شفنا مناخ توافقي معنا بين الناس الكل، شفنا حتى مشهد اليوم ناس متنافسين من زوز قائمات مختلفة، عناق تهنيوا في بعضكم، يعني في نهاية المطاف اليوم المنظمة هي اللي تجمعكم وما تفرقكمش الانتخابات هذه. لا هو الحكاية القائمات مش جديدة رأي في كل المؤتمرات، ما عدا تقريبا بعض المؤتمرات في التسعينات اللي ما كانتش جادة، لكن أغلب المؤتمرات من جربة إلى الآن كلها ديما منافسة، ثم قائمات وثم أبناء الاتحاد خطر ما همش من خارج المنظمة، أبناء الاتحاد لهم حظوظ لهم تصورات
في الغالب بعد انتهاء المؤتمر ترجع الناس كل تحت الخيمة تخدم في كنف الوحدة وتمتثل القانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي نفس الوقت تتعاون مع القيادة الجديدة وتعمل على إنجاح المرحلة القادمة إن شاء الله. أكيد صندوق هو باش يكون الفيصل والحكم فاتن إن شاء الله. النتيجة اللي باش يصدرها صندوق اليوم في كنف التوافق والوفاق والديمقراطية، وبالتوفيق إن شاء الله بالنجاح للمؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. ورجع لك الخط فاتن. شكرا لك ملايك، كنت معنا مباشرة من الضاحية الشمالية للعاصمة وين دور أشغال المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل. مواصلين معكم في البلاتو. كما شفتوا منذ قليل استقبلنا سيد الوزير عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة. سيد الوزير، أنت تحدثت قبل شوية على خطاب وكلمة السيد يوسف الشاهد في 14 جانفي، من جملة ما قال، قال أنه فما شكون جاء بعد الثورة وأصبح يمارس السياسة ومصادر أمواله مشبوهة. تتبسم سيد الوزير، جملة مفتاح لقضية تشغل التوينسة وهي طيب. الفساد اللي هو من أولويات المرحلة. طيب خلينا نعلق في 30 ثانية على هو تركيبة لجان المؤتمر تعكس حاجتين ممتازين. الحاجة الأولى، الاتحاد يعرف كيفاش يكرم مناضليه. الثلاثة المغادرين، واحد رئيس المؤتمر حسين العباسي، والثاني نائب رئيس مولدي جندوبي، والثالث بالقاسم العياري مقرر. هذه طريقة باش النقابيين والمؤتمرين أكرموا مناضليهم المغادرين بحكم تداول على المسؤولية. الثانية، وجود امرأة في التقرير مؤشر إيجابي. إن شاء الله يكتمل في المؤتمر. بهل رهين المؤتمر هذه هو مشاركة العنصر النسائي المغيبة؟ لأنه المرأة مش برك هي نصف السماء، معناتها مقولة معروفة. اتحاد كيما الاتحاد العام التونسي للشغل الى الان ما نجحناش وانا كنت، وما نجحناش في الاقناع بمرأة. ان شاء الله ان الاول في المرحله الحاليه انه المراه تدخل سلطه القرار الفعليه وتكون قادره على معالجه واقع المراه من خلال الاتحاد العام التونسي. ان شاء الله. سؤالك وسؤالي، كلمه رئيس الحكومه جات في خضم خطاب، لانه راهو الحكومه هذه لن تقبل بان تهاجم وتصمت. انتهى. عندما تهاجم بحجج غير منطقيه ترد الفعل للتوضيح. فجاء في إطار، فما الناس قاعدة تهاجم في الحكومة الحالية وتقول الحكومة كذا وثيقة كارتاج بها وعليها إلى آخره. على سيد سليم الريحي، أنا ما نحبش نشخص، نقول كل واحد يدعي أنه وإلا قدمنا معتها وعود في ظرف معينة، ووعود متاع استثمارات كبيرة ينجم يكونوا برشا مش اللي ذكرته برك، معتها ثم فيما بعد لا نلاحظ ولو مشروع واحد ينفع التوانسة في المناطق اللي تحتاج إلى مشاريع تنموية يسحبوا نقولوا عليه، وخاصة عندما يكون رموز متاع حزب سياسية قيادات. فموقف رئيس الحكومة طبيعي جدا، يعني عادي، وهذا هو الموقف السليم اللي يتقال. احنا مش مبدأنا اليوم إذا صفعك أحد على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، لا، انتهى هذا. حكومة مقتنعة بمسار، معها مكونات مجتمع مدني، معها أحزاب سياسية آمنت بأهدافها لأنه تمس المواطن التونسي اللي معناتها مختلف معها ويحترم، أهلا وسهلا. وقاعدة الصراع والنقاش تو هي الجانب الاجتماعي ايش نعملوا فيه والجانب الاقتصادي ايش نعملوا فيه، مش حملة متاع حكومة بها وعليها. أنا ذاك لن تصمت الحكومة، و طبعا من حقها ايضا انها ترد بطريقتها. وكان الرد حق رد الحكومه سيد الوزير السيد شوقي طبيب رئيس الهيئه الوطنيه لمقاومه الفساد، كان اعطى تصريح يقول فيه انه هناك شبهه فساد لمسؤولين في الدوله ووزراء، والمعلومه اللي عندنا تقول انه تمت احاله 3 وزراء على القطب المالي لمكافحه الفساد. ما صحت ما قيل سيد الوزير؟ انا قريت كما قراوا كما تقرا خرج في الصحافه. وطبعا الهيئه هذه محترمه، هي هيئه معناتها عندها مشمولاتها، الدستور حدد مشمولاتها، وطبعا من حقها ومن حق شوقي طبيب انه يتابع القضايا، واذا كان ثبت اللي ثم شبهات فساد صحيح انه تمت احالتهم على القطب المالي. ما انا ما عنديش المعلومه، ما عنديش المعلومه، المعلومه ما عنديش. والاحاله على القطب القضائي في النهايه ماهيش حكم القطب القضائي، سيتحرر في جملة. مع الهيئة سيد الوزير، يعني من المفروض أنه موجودة الوزارة وموجودة الهيئة في تكامل لمصلحة المواطن التونسي ومصلحة البلاد. هذه القناعة، كل واحد من موقعه يلعب دور، لأنه عملية الفصل بين وزارة الحوكمة والوظيفة العمومية
ومسألة الفساد منهجية جدا. الفساد قد يكون في مفاصل الدولة والدولة لا يمكن أن تكون هي الخصم والحكم. لهذا السبب تتفرغ الهيئة العمل هذا، لكن فما مجالات تاع تنسيق كبيرة ويجب استشارة الهيئة في كل ما يتعلق بالتشريعات، لأنه هي طرف تهتم بالتشريعات، استشارتها في كل القضايا اللي تتعلق بالفساد، وهذا هو الوضع الطبيعي. وأنا حاولت ونحاول وكيف كيف شوقي طبيب أنه نوجد آليات متاع تنسيق بيناتنا، لأنه الهدف واحد هو مقاومة أكبر آفة في البلاد اسمها الفساد وهي الحاضنة الإرهاب. الدولة من خلال وزرائها سيد الوزير مقتنعة بهذا الدور؟ فما بعض المعلومات اللي توصلنا تقول أنه مجموعة من الوزراء خلال مجلس وزاري عارضوا دستورية هيئة مكافحة الفساد. لا، معارضة دستورية هيئة مكافحة الفساد لا يعني أصلا أنه ضد الفساد، لأنه احنا عندنا برنامج ملتزمين به تم تحديده. بالعكس، رئيس الحكومة حط مسألة الفساد في على المراتب، يعني أولوية الأولويات بتاع الحكومة الحالية مقاومة الفساد، لأنه وقت تقول فساد تقول إرهاب، هو المنفذ للإرهاب، لأنه الفساد يعطل كل مسيرة تنموية. معناتها إذا كان ندخل في تحليل تأثيرات الفساد على المجتمع التونسي تو ما نختلفوش. خلال النقاش حول استقلالية هذه الهيئة، السيد الوزراء الكل موافقين، السيد المستشارين الكل موافقين، الناس الكل مجمعين على استقلاليتها. فما إشكال في بعض البهاء وناقشناها داخل مجلس الوزراء، هذا لا يعني أنه باش تتحول جوهريا. فما جملة من التحويرات، لأنه نقول لك حاجة، بعد الثورة شنو اللي صار؟ صارت محاولة شنو نقول لك، معناتها ربما مش تحييد الدولة وإنما إفراغ دور الدولة من برشة مهام، وأصبح وكأنه المجتمع المدني بشكل عام سيضطلع بمسؤولية الدولة. الدولة تظل دولة وعندها مسؤولياتها. تحب نعطيك دليل رغم أنه ما هي شيء دستوري، مثلا حديث كبير على هيئة الحقيقة والكرامة الآن، لأنه فما تداخل بين المشمولات. كي لا نسقط في نفس الخطأ لابد أن تكون الأمور واضحة، وكل ما تطرحه الحكومة سيعرض على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ويعرض على بقية الهيئات ليكون المشروع توافقيا، لأن شعارنا في المرحلة الحالية هو التوافق على المستوى الكل وحتى في مجال التشريعات. به أنا عندي بعض الأرقام اللي باش نشوفوها مع بعضنا على الشاشة. تقول أنه 37% فقط من الناس يرفضوا تقديم رشوة من التوانسة، 77% من التوانسة يعتبروا اللي ظاهرة تقديم الرشوة في تفاقم، وهذا ظاهر لي عدد يخوف، 43% من التوانسة يعتبروا اللي الرشوة تسهل الأمور، 64% من اللي يدفعوا رشوة هم رجال، 27% من التوانسة دفعوا رشوة صغير. أنا باش نقوم معك باختبار سيد الوزير، سيد المخرجة لو تسمح تورينا للجمهور على الأقل شكون مرة عرضوا شكون طلب عليه رشوة. اللي فما شكون طلب عليه رشوة تراه يرفع يده يقول اللي طلبوا عليه رشوة. حتى حد؟ ما تخافوش، ما عادش الخوف انتهى. طلبوا عليكم رشوة مش دفعتوا رشوة مثال شراهو؟ حتى حد؟ واحد. طلبوا عليك رشوة حاج؟ به عندنا واحد من جملة تقريبا ظهر لي 40-45 في الجمهور، واحد فقط. اي ظهر لي حاجة به يعني عكس الأرقام اللي عندنا. الجمهور تاعنا انتو نوعية الجمهور، ظهر لي ذوما شباب مازالوا ما دخلوش للحياة العملية ترك الحياة باش يقبلوا حاجة. لكن نحب نعلق وخلينا نقول المرة الأخيرة هي للأول مرة والأخيرة، اي راهو تحميل المرحلة الحالية مسؤولية استشراء الرشوة ما يلزمش نضخمه منها. علاش؟ يولي وكأني الثورة اللي عملناها هي اللي فتحت منافذ الرشوة. لا، أنا أقول لك الرشوة في النظام السابق كانت أكثر من توا. علاش ملا الناس عندهم الإحساس ها علاش الموضوع توا ولا أكثر مطروح؟ ها علاش قبل الفساد استشرى في تونس، وتونس كانت تصنع في الثروة، كانت نسب النمو عندنا 5% و6% ونعرفوه فوضنا. أنا كنت من موقع واحد آخر، لكن وين كانت الثروة ماشية قبل؟ كانت الماشية المجموعة معينة، معناها استثرت في إطار الطفيلية، ما كان عندهم شيء، ولت تونس يحكموها اثنين، مجموعة صغيرة مستثرية، وأغلبية الشعب نزل، حتى الموظفين ما عادش الطبقة الوسطى. باهي باش توصل لقبل يزمك تدفع لفلان وفلتان المعروفين، سواء كانت تحب تعمل بروجي ولا تحب تعدي روحك، كانت الرشوة مستشرية وفي أكبر مظاهرها. على خاطر العدالة الاجتماعية كانت غايبة. لكن شنو اللي منحها باش تظهر كما توا؟ منحها القمع، تتكلم تمشي غادي، تتكلم يحصروك. توا الناس الكل تتكلم بالضبط. توا السيد الوزير عندي اللي سؤال. كان فما مغطي يطلع. دونك راهو العيب مش في الثورة، التونسي لازم ديما يعتزوا وما يحاولوش يقولوا والله هاو كنا وما كنا. لا،
كنا في وضع أسوأ جدا وأكبر مكسب كسبناه اليوم لكن ما كانش يلزم يهيئنا باش نصلحوا الاقتصاد ونصلحوا الاجتماعيات ونصلحوا وضع الفئات اللي مازال تعاني. عمر الحظاير مازال ناس تعاني البطالة من الشباب اللي يصبح يعيش مرحلة متاع يأس يمشي للدروغ يمشي يحرق. نحب نقاطعك لو تسمح، احنا سألنا هون الناس اللي بحضينا في الجمهور، واحد على 45 قال اللي طلبوا منه رشوة، لكن سؤال، هل الدولة تدفع رشوة؟ الدولة تدفع رشوة في اتجاه في صفقة عمومية دولة عندها استعداد الدولة انها تدفع رشوة؟ مستحيل، الدولة بالعكس قاعدة تتوى وبالإصلاح الإداري وبإصلاح الوظيفة العمومية لابد أن تدرك مرحلة سد منافذ الرشوة، لأنه اللي يهمنا تو شنو تعرف؟ يهمنا السابق باش نحاسبه، يهمنا غدوة. نحب نأسس إلى مناخ تتقلص فيه باش ما نقول تتنحى منافذ الرشوة ما يمكن، وهي عديدة المداخل. باهي نستسمحك أنه نشوفوا اللي موجود معنا على الشاشة، الفصل 179 من قانون الصفقات العمومية يقول تعتبر باطلة كل صفقة تم الحصول عليها أو تجديدها بواسطة ممارسات تحيل أو فساد، حتى توا معقول. كما تعتبر باطلة كل صفقة تم خلال إنجازها تسجيل ممارسات تحيل أو ارتشاء، حتى التوى معقول. لكن اللي مش معقول هو اللي جاي توا، إلا إذا رأى المشتري العمومي خلاف ذلك لاعتبارات تهم المصلحة العامة. هوني منطقيا إذا كان من أجل المصلحة العامة نسمح بالفساد والتحيل والارتشاء اللي مذكورين في الفصل، يظهر لي ولي غير منطقي. سيد لا هذه ما ترجعش على الجانب الأخير أو ارتشاء إلا إذا رأى المشتري. حسب فهمي المسألة مرتبطة كما تعتبر وباطلة كل صفقة تم خلالها يعني تم خلال إنجازها تسجيل ممارسات تحيل أو ارتشاء إلا إذا رأى المشتري العمومي إلا إذا رأى المشتري العمومي خلاف ذلك لاعتبارات تهم المصلحة العامة. بلا المصلحة العامة، هذه اجتهادات المشرعين، هذه اجتهادات المشرعين، هذا فيه ما يقال. هذا الفصل 190 بالشكل هذا فيه ما يقال، لأنه هذا فصل سيرين مفعول فيه ما يقال. لا اللي سيرين مفعول تعرف شنو؟ شوف الجانب الآخر، فما قانون يقصي من الصفقات كل من تعلقت به شبهة فساد إلا إذا رأى إذا كان المصلحة العامة حسب الفصل مش هذا الفصل. فما فصل آخر يقصي تماما كل من تعلقت به شبهة فساد، وهذا عندنا احنا في الوزارة ونتابعه فيه. هل منطقي سيد الوزير أنه دولة تعلن الحرب على الفساد والفاسدين يكون وتتسامع مع المرتشين؟ غير منطقي به تتسامح، هذا كما تفهمين، لكن هذا زاد موجود عندنا في القانون، هذا معناه مسموح به. كيفاش نطالبوا من الناس اسمها لازم تستثمر في البلاد، وقتاش نطالبوا رجال اعمال تستثمر ونطالبوا من المستثمرين الاجانب انهم يجيوا لتونس وقت اللي قانون يشرع او يحلل او يتساهل او يتسامح مع المرتشين؟ هو خلينا في الجزء الاولاني، تعتبر باطلة كل صفقة تم الحصول عليها أو تجديدها بواسطة ممارسات تحيل أو فساد، خلينا في الجانب هذا، خلينا في الفصل هذا اللي يطبق، وهذا عملنا له آليات، فما لجنة داخل الصفقات داخل هيئة الرقابة تتابع الصفقات، والفصول الأخرى يمكن اللي ما تمش عرضها من حق كل واحد أنه يتظلم لدى اللجنة هذه عندما يتضح اللي فما شبهة فساد وفما أجال معينة للتظلم وتم إبطال بعض فقط نتيجة معناتها أنها ما احترمتش الإجراءات والتراتيب. هذا واحد. اثنين تم إقصاء واحد تحيل وتم إقصاء من الصفقات مستقبلا. هذا الإجراءات عمل بها الآن، معناتها هذه القاعدة العامة اللي معناها عندنا الفصل 179 ما ترجعولوش بالنظر، موجود في الجانب الموالي لحد الآن لم يتم التسامح مع أي واحد اتضح أنه لكن هذا ما يمنعش أنه يصير من بعد ما دام الفصل موجود ويقعد اجتهاد بعد من المشكل العمومي. أنا ما أعتقدش، هني أنا توزير الضفة العمومية والحوكمة، معناها إذا كان يطبق هذا يولي ضد عكس مسار الحوكمة، وخليني نقول لك أنا من توا لن يطبق هذا باسم الحكومة. نلغيه سيد الوزير؟ هل يمكن إلغاؤه؟ نشوف الصيغة للتعامل معه، لكن لن يطبق. لن يطبق. لن نتسامح مع أي واحد اتضح أنه خذ صفقة بفساد، خذ صفقة بالتحيل. لن نتسامح معه من خلال الممارسة العملية، والدولة هي اللي تعطي القدوة
في تكريس مسار الحوكم ومقاومة الفساد والارتشاء. هذا موقف حكومي خليه. به واضح. قلت في البداية أنه باش نتحدثوا على الوظيفة العمومية، واليوم برشا حديث في وسائل الإعلام على مسألة التسريح للطوعي هذية والموظفين العموميين اللي ممكن أنهم يغادروا الوظيفة العمومية. من 2011 سيد الوزير كان عندنا 431,945 موظف، إذا كان أرقامي مش صحيحة ما يصيرش صلح لي. 2014 ولا عندنا 588,048 موظف، في 3 سنوات زدنا 156,000 وأكثر موظف، تقريبا الجيش من الموظفين اللي على ذمة المؤسسات العمومية رقم كبير برشا حسب التصريحات. وانت قلت انه الإدارة مثقلة بكم هائل من الموظفين بسبب خيارات خاطئة من الثمانينات اللي ماشيين فيه توا. حكاية التسريح الطوعي هذية هل تكون هي الحل؟ طيب هو مش 500 برك، توا عندنا 600 واش 50 هذية 2014 موظف. طيب توا وصلنا فوق 600,000 معناها ملاحظتك ممتازة. ليش؟ لأنه احنا من حين 60 قول باش ما نقول 57 حتى 2010 عندنا 400 واش بمعدل شنو؟ تقريبا 10,000 انتداب سنويا كي تحسبها. اليوم احنا في 4 سنوات انتدب، معناها تم تقريبا إثقال الوظيفة العمومية ب 200,000 واش، معناها يعني في 4 سنين معدل 50,000 العام. ما فما حتى ميزانية، ما ثم حتى ميزانية تتحمل هذا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هذه كيف جاء؟ راه جاء في إطار تسوية وضعيات. في البدايات الشعار اللي ترفع شغل حرية كرامة وطنية، والمحور تقريبا هو الشغل لأنه هو اللي يصنع الكرامة الفعلية، والحريات والديمقراطية ما تعني شيء كان ما حصلتش على شغل فيه. لا، شنو هي النتيجة دونك ولا السبب الأصلي؟ المناولة تم إدماج 70,000. وكنت أنا وقتها في الاتحاد وكنا ندافع على التمشي هذا لأنه تسوية وضعية. واحد متريز ينظف، مع احترامي المنظفين، واحد متريز يخدم في بيرو دونتر 70,000. الحظائر تقرب تقريب تم إدماج 10,000، 20,000 لآلية 16. هذه آليات كان يعتمدها بن علي قبل. إيش كان يعمل؟ ما كانش يخلق في فرص عمل ثابتة، كان يعطي في موات الرزق. وين لقيناهم الناس هذوما؟ لقيناهم في المناطق المهمشة، أغلبهم في مناطق الشمال الغربي، أغلبهم في مناطق الجنوب الغربي. هذوما يلزم تتسوى وضعياتهم، وتم تسويتها. كان فما انعكاس خايب في مستوى الكم على الوظيفة العمومية، فمجموعة العفو والتشريع العام اللي أيضا عدد معين تم إدماجه، فما المفروزين أمنيا اللي تم إدماج عدد منهم، والآن مجموعة أخرى مازال متواصل. دونك هذا اللي ضخم، هذا اللي ضخم معناتها قطاع الوظيفة العمومية. اللي عمق المشكل شنو؟ هو التناسب العكسي بين العدد وبين النمو اللي نصنعه فيه. والله هو التاريخ اللي يبنى على فرضيات، لو عملنا 5% نمو راهي المشكلة تكون أقل حدة. لكن يوم عندك 600,000 في الوظيفة العمومية، وعندك في القطاع العام 190,000، وعندك نسبة نمو 1.2%، 50% منها جاي من الاستهلاك مش من صنع الثروة. هذا اللي خلانا في وضع الآن أنا أقول صعب وصعب وصعب جدا. مقابل هذا شفما؟ فما شباب يستنى 250,000 ياخو في المتريز وبالمستهر ويستنى في موطن شغل. معناتها الوضع هذا يخلينا في مشكلتين، المشكل مش في العدد نتاع الموظفين العموميين، لان عندي رقم اذا كان تسمح سامي في الاعلاميه يعطيني تصريح السيده المديره العامه للوظيفه العموميه اللي تقول بالضبط بالكلمه، وخلينا الكلام كما تقال، انه اكثر من 100,000 موظف ما يخدموا في حتى شيء حسب المديره العامه بالوظيفه العموميه سيده فضيله الدريدي. نعرف صحيح الرقم 130,000. انا قلت 130 هي ولا تفوتها شويه. انا قلت اكثر 100,000 في حدود 130. صحيح صحيح. طب نعطيك رقم تو نعاود فيه. المجتمع المدني يخدم برشا على المساله هذه، نلقاو انه الموظف ما يخدمش حتى بضع دقائق. لا 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 لا، فما فرق. هيك راهي بالنسبه للموظف ما يخدمش 8 دقائق. انا نقول راجعوا حساباتكم بالنسبه اللي عملوا الدراسه، لاني نعطيك مثال. الاستاذ والمعلم موظفي اي وقت يدخل القسم يعديش 4 ساعه يفدلك، 4 سوايع باش يخدم لهم 3، وهم اكبر عدد. البوليسيه موظفين، اذا كان ما خدمش خدمته واقف في الشارع 4 سوايع، معناها الرقم تاع 8 دقائق مش صحيح. فيه تجني، اما الثابت توا انه عندنا كيما انت قلت 130,000 مش يخدموا، ياخذوا في شهريه مش يخدموا. شو باش يصير فيهم الوزير؟ هذا السؤال المهم. احنا عندنا معتمديه فيها 550
عون. معتمديه مقر معتمديه 505 هذو كيفاش تعملوا معاه الان؟ عندنا مساله اعاده التوظيف خاطر تلقى ناس وين لو تسمح تعطيش التفاصيل. لا اللي سمعني فيها اللي يقول لي تشهير وانا مش من طبعي انشهر حتى بحد، لكن المعطى هذا ثبتوه مني صحيح في ولاية من ولايات الداخليه 550 واحد. هذا ما يعتبرش فساد سيد الوزير؟ فساد ايش معناه؟ نتيجه الادماج، هذا فساد نتيجه الممارسات السابقه. هو فساد نتيجه نتيجه ظروف، نتيجه اشخاص، نتيجه سياسات خاطئه، هو في الاخر فساد موجود. الوضع الحالي اذا استمر يولي مظهر مظهر الفساد. ماكش تخدم وتقف في شارع. احنا ايش عاملين اليوم؟ قلنا باش نعاود توزيع الموظفين باش نضمن التوازنات بين الادارات الى جانب الاجراءات الاخرى، هذا سلاح الوظيفه العموميه. تلقى اداره عليها ضغط رهيب والعدد نتاع الاعوان شويه، وتلقى اداره اخرى تدخل تلقاهم الكل ما يعملوا في حد شيء. تلقى يا سيدي 70% منهم ما يعمل شيء. هذا الوضع لا يجب ان يستمر في تونس. شنو باش يصير فيه فعليا؟ باش يتم اعاده التوزيع، توزيع اسمه بالنسبه الى الموظفين لاحداث التوازنات بين حاجيات الاداره. وقتها على الاقل اللي ياخو حاجه هكا يبذل في جهد مقابلها. هذا من بين الاجراءات اللي باش نعملها معناتها وبدينا فيها تقريبا وبدينا في التخطيط لها. تقول لي وين باش تاخذوهم؟ نقول لك احنا تو نعملوا في دور خدمات في المناطق الداخليه، عندنا معتمديات لا فيها سي ان اس اس لا فيها كنام لا فيها حتى شيء ولا فيها سونيت ساعات. الشايب ياخذ في بونسيون 150 دينار شيخوخه ويلزمه يطلع باش يمشي من المعتمديه للولايه تقريبا يصرف 4 دينارات 5 هو في حاجه باش يشري بها كيلو سكر، معناتها سي با نورمال. قلنا نحب نقرب الخدمه للمواطنين في المعتمديات هذه ونعمل موقع فيه السوناد وفيه ستاج وفيه سي ان ار بي اس وفيه الكلام، وباش نضيفوا له حاجه اخرى واتفقت مع وزير التكوين مكتب تاع تشغيل باش الشاب اللي حاب يعرف اش فما يمشي الغادي ويسال. هذا باش نجيبوا له هكا الجماعه اللي ما يعملوا في شيء ونقول له اجا باش ندربوك شهير وباش تولي تشد مكتب السي ان اس اس وباش تشد مكتب الكلام واحد اخر، دونك تولي اعاده التوزيع في اطار تلبيه. وقتاش بدا تفعيل هالاجراءات هذه؟ بدينا بديتوا فيها؟ بدينا وعندنا تو ديزيشيونس في البرنامج، وهذا اللي عملناه اخيرا وتم التصديق عليه. احنا نخدموا الى حدود 2020 تحت شعار ادارتك 2020 باش نحاول. طبعا عندما نقولوا ادارتك 2020 مش باش نستنى اللي نعمل الاصلاحات الكبرى، لان المواطن التونسي تو بكري نسمع في الحديث عاد عنده ثقه في حتى احد، ويسمحوني يمكن انا ما عاد عنده ثقه لا في الحكومه بحكم المراكمات السابقه وعود كثيره ما تنفذتش. الاحزاب السياسيه مع احترامي لها مستهجم على حد، اصبحت لي بلاتون كلها عراك هذا يسب وهذا ما ادري شنو. شبكات التواصل الاجتماعي مع احترامي لها اصبحت مصدر اشاعات، يعني نعيش في وضعيه الناس تشيطن في بعضها، الناس تتعارك، تمشي المواطن في الشارع كلها شنو الحال؟ تقول لك مازال فيها الناس كل تعارك وما عندها ثقه في حد. باش نشوف الاصلاحات الكبرى يلزم اجراءات حينيه ويلمسها المواطن في اطار تحسن الخدمات الاداريه وتحسن، وقتها نقول انا على الاقل يخلق مناخ نتاع ثقه دنيا يلي يسمعك. باهي سيد الوزير، من اكثر الحاجات اللي تلفت انتباه الانتباه للمواطن في الوظيفه العموميه كيفاش؟ تخفيض في عدد الموظفين. لا السيارات الاداريه. السيارات الاداريه انا عندي رقم يقول 700 مليون دينار. 790 اليوم ارقام 790. باهي الارقام تقرب لكن 790. اي انت عندك الارقام الاخرانيه الحديثه 790. طيب. نزيدوا 90 مليون دينار على الرقم اللي على الشاشه. ايه. نفقات السيارات الاداريه في العام هذا سيد الوزير تقريبا هذا 700 لا بالنسبه للسيارات في شراء واحد في العام 790 الف دينار تقريبا قربت المليار نفقات نتاع اصلاحات في لي بارك اتسترا. شو نعملوا فيهم السيارات هذو؟ في وزاره الوظيفه العموميه وفي الحكومه. انا ما نحكي باسم الحكومه. عندنا بروجي قاعدين ندرسوا فيه مازال ما عندناش قرار. اي هو انه يزينا من السيارات الاداريه. عملت بلدان اخرى ونجحت. نعملوا دي فواتور سيرفيس شركات سيارات تاع خدمات هذاك اللي يسوقها العون الى اخره. السيارات الاداريه باش نقترحوا على الموظفين الاطارات اللي عندهم اخويا تفضل اشري هالسياره. تفضل نبيعوها لك. اي ونبيعوها لك بالتقسيط المريح. لكن ما عادش لا تصلح لدار. ولا فما بنوات نتاع ايسونس ولا حتى شيء. تقول لي باش يخسروا مكاسب عينيه. نقول لك دكار باش نتفاوضوا مع المعنيين بالامر كيفاش نعوضوا له هكا المبالغ هذيك وتدخل للصالير. وقتها انا نقول لك 50% ولا اكثر من نفقاتنا باش تنقص، لانه فعلا السيارات الاداريه فيها مشكل الان وطرح المشكل هذا. المرحله هذه اللي تعيشها تونس توا هي مرحله اصلاحات كبرى. يا نعمل اجراءات نخطي بها المرحله الحاليه والا
فما عبارة أنا ديما نتكلم باللغة العادية المانيفال ربما يدور التالي وقتها الناس كل خسرنا بربح حتى حد لا الشاب ولا الحكومة ولا السياسيين ولا حد شيء كنت تربح قوة أخرى تولي تستنى في الفراغ اللي قد يحصل ولا قدر الخير إذا كان الناس موعيناش مع بعضها بأنه يلزم نخرج مرحلية بتكاتف الجهود. به سيد الوزير تقريبا بدينا نوصلوا لآخر الوقت المحدد للفقرة هذه. نحب نسألك على قانون حماية المبالغين باش نرجع بك شوية لموضوع الفساد. شنو يقول القانون هذايا حتى نحمي الناس اللي تبلغ على الفساد؟ مشروع القانون هذا شنو تفاصيله؟ طيب احنا اليوم ما حكيناش على الوظيفة العامية ان شاء الله مرة أخرى حتى نكملوا المشروع بشكل عام هالعامين وكريدي بنكير. هو أول ما بدينا بحق نفاذ المعلومة. اليوم المسار اللي ماشيين فيه المعلومه ما عادش محجوبه على حد وستري زامبورتو لانه وقتها تنجم تقيم. واضح. اثنين قانون المبالغين على الفساد شنو اللي فيه؟ المواطن تو كي يكتب لي وثيقه ورساله يقول فما فساد في البقعه الفلانيه وما يمضيش. ليش؟ لانه خايف فما حتى قانون يحميه. كيف هو ما يمضيش وانا نحب معلومه نحب نثريها نحب نزيد نسله يلزمك تاخذ تفاصيل من عنده ما تنجمش تو فما قانون يحميه يكتب اسمه ويحميه هو ويحمي الخبراء اللي يمكن خدمه له ويحمي عائلته إذا كان يحب. وأكثر من هذا فما مقترح متاع منحة تتعطى للمبلغين على الفساد. ما نحبش نطيحوا في هكا الكلام تاع قبل لأنه قبل كان في نظام فيه برشا ديكتاتورية ما فهمش عدالة ما فهمش صراحة. اليوم احنا في نظام آخر متاعنا جابها صندوق ماهيش كيما قبل نقولوا هذا بيوع. لا، عندما تقدم تقريرك أنت تقاوم في الفساد من موقعك لأن مقاومة الفساد ما تكونش بدون مشاركة المواطن. دونك فما منحة. وفي كوريا اللي تعتبر قدوة كوريا الجنوبية في الاتجاه هذا تم فما بعد الفساد دخلوا مبالغ بنقطة لو تسمح سيد الوزير في نفس إطار المشروع هذا تعطات منح للناس اللي بلغت. والقانون الثالث الناس اللي قد تعتدي على المبلغ هذي القانون يقول أنه خطية مالية ما بين 100 و 1000 دينار خطية مالية بين هو الاعتداء ما عاد إذا كان يخرج القانون هذا هذه بريسك شكلية لأنه حتى واحد ما عاد قادر مش يعتدي. إذا كان إنسان يكشف على هوية المبلغ هذا ويعرضه ليختار أي شخص لا هو المبلغ أنا من رأيي الخاص كل مبلغ يكشف على هويته. هذاك علاش احنا جينا قلنا ما يعطيهاش العارف المباشر. العارف المباشر ربما يمشي يعطيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأنه عارف مباشر ممكن يقتص منه. فملاحظة أخرانية فما قانون آخر قاعد يحضر وأهم من هذوما الكل هو الإثراء غير المشروع. ما عادش الإثراء غير المشروع باش يتعلق بالوزراء. الناس الكل اللي خدمتهم قد تكون فيها شبهة فساد مدعوين لأن يصرحوا ممتلكاتهم قبل ما يدخل يخدم وبعد ما يخرج. والشعار ديما من أين لك هذا؟ صرحت بممتلكاتك سيد الوزير؟ نعم صرحت بممتلكاتك أنت سيد الوزير؟ أنت أنا صرحت بالكامل بالكامل والوثيقة موجودة عندي متاع الموافقة واللي يلقى عندي حاجة أخرى تتجاوز وقت اللي واحد يخرج من هالموقع وما يعرفش وقتاش أنا نتحمل مسؤوليتي بالكامل وعضاء الحكومة كيف كيف. يعطيك الصحة اللي كنت موجود بحضينا سيد الوزير عبيد الفريكي. نشكرك برشا على صراحتك وإنك قبلت الدعوة اليوم في أول موعد من الوطنية مباشر. نشكرك برشا ونحب نمشي اللي قليبيا وين زميلنا لسعد هز الكاميرا وإيل ستنستلي في قهوة حضر روحه مع المشجعين للمنتخب الوطني. سيد الوزير تبع رياضة تبع كرة تبع وأرجو للمنتخب التونسي كل التوفيق لأنه النجاحات راهي كلية. كي ننجحوا بشبابنا مؤشر باهي على الأقل يطمن الشباب اللي قدامي إن شاء الله يولي يعتز بأنه تونسي بالديمقراطية وبالحريات وبالمناخ اللي احنا فيه ولكن أيضا بشبابنا اللي إن شاء الله اليوم ينتصر. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يكون الانتصار اليوم حليف للمنتخب. احنا الصورة موجودة أمامنا منعرفش إذا كان يسمع فينا هذا أحد متابعين للمنتخب يسمع فينا. مرحبا بيك أنت معنا على المباشر على القناة الوطنية. عطيوني الصوت لسعد. مرحبا نسمع فيك لسعد. مرحبا بيك. هو ظهر لي صوت ما هوش وصل له مليح. إذا أحد أحباء المنتخب الوطني في قليبيا وين موجودة للكاميرا والناس حاضرة حتى تتبعنا وتتبع المنتخب وهذه الأجواء الجماهير في مقهى من قليبيا في المباشر معانا. إذا كنت تسمع فيا صوت
ماهوش وصلني للأسعد أما أكيد واصل للغناء من عند الجماهير اللي حاضرة في القهوة. نحييكم ناس الكل، إذا كان معدلين التلفزة على الوطنية نعملكم باي باي يا ميسيلش، كانت جاوبونا الناس الكل، يعطيكم الصحة اللي كنتوا معنا. هذه كانت نقطة خارجية من قريب حتى نشوفوا الناس اللي قاعدة تستنى في مباراة المنتخب. أنا بعد شوية باش نستقبل ضيف آخر باش يكون معنا هوني في البلاتو. نحكيو على توينسا. سيد الوزير أنت قلت دي مساج باهين للتوينسا، وأنا باش نستدعاك أنك من الكواليس تتبع معايا ضيفي اللي باش نستقبله بعد قليل اللي هو ربيع بن إبراهيم، باش يكون معنا حتى يحكي لنا قصة من قصص التوينسا اللي وقت اللي تهزهم حلمة يوصلوا بها للآخر، وهذه مغامر تونسي دار تونس الكل يدور في العالم الكل، وباش تشوفوا معنا تصاور وقصة حبه هو كيفاش في كل مرة يكتشف بلاصة تشوفوها معنا اليوم. أنا كنت سعيدة جدا سيد الوزير اللي كنت موجود بحضرنا اليوم، نشكرك برشا وأكيد نتلقاو في فرص أخرى. يفضلك يعيشك، مرحبا بك، يعطيك الصحة. كما قلت باش يكون معنا بعد شوية ربيع بن إبراهيم اللي هو ضيفنا الثالث والأخير في أول موعد اليوم الوطنية مباشر. ربيع هو تونسي مغامر في كل مرة يكتشف منطقة من مناطق تونس، برشا يعرفوها على فيسبوك من خلال دريمر. مرحبا بيك ربيع. مرحبا شنا أخوي لك سبا لباس. مرحبا بيك، تفضل. سبا ربيع. سبا توبا بيان الحمد لله. دونك انا قلت ربيع بن ابراهيم، برشا في فيسبوك يعرفوك في البروفيل دريمر اللي هو الحالم هذايا التونسي اللي مغروم بالمغامرات، وفي كل مره باش نشوفوه مشى لبلايص تقريبا الكل ورانا تونس اللي برشا ناس ما يعرفوهاش، ورانا زاد علم تونس في بلايص اخرين البر. دونك هات قبل ما نشوف، وانا باش نبدا نحكي معاك وزملائنا باش يورينا لي فوتو وتصاور على خاطر الحكايه هزتنا من غرامك بتونس حتى للتصوير، حتى لين وليت تصور، حتى لين وليت تكتب، حتى وليت تعمل في دي فيديو بشوية بشوية. ربيع كيفاش بديت الحكاية؟ الحكاية هو المغامرة عندي من الأول، معناتها ديما نخرج ونغامر، معناتها من الصغرى الوالد كان يخرجني هكا في الناتيور وكل شيء. بشوية بشوية كي كبرت زادة كملت فك المنوال هذاك، نخرج نتفرهد ومعناتها متمتع الحمد لله في تونس. بعد بالفيسبوك وبدا المواقع نتاع التواصل الاجتماعي وكل شيء، عملت ام بتيت البوم سميته اللي عينك اللي في عينك احلى مش كان من برا جاء. وريتهم معناتها تونس بنظره اخرى. والعباد تفاعلوا معها الحقيقه، معناتها هذه تونس كله في تونس، هذاك هذا زاد في تونس، هذا في الكابون. معناتها وريتهم قديش معناتها نجموا نتمتعوا في بلادنا وقديش عندنا حاجات مزيانه في بلادنا. والعباد ما تعرفهاش. الاكثر حاجه اللي خلتني نفيق هما لي كومونتير نتاع العباد ولي ميساج اللي بعثوهم لي، يا هذه في تونس بالحق عندنا هكا. هذيك علاش معناتها حسيت اللي معناتها من واجبي اني نوصل لهم التصوير. دونك انت بديت الحكايه كما قلنا في تونس، بشويه 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 بديت تكبر الحكايه معاك حتى لين خرجت لبرا، ووليت كي تخرج لبرا ما تمشيش وحدك، لازم معاك الدراب التونسي اللي شفناه معاك في التصاور. الحكايه نتاع المحواس البرة وكل شيء، كما تعرف كل واحد عنده حلمة كبيرة يحاول معناتها باللي تاب باللي تاب. اللي تاب الأولانية كانت في تونس، تعلمت كيفاش نخرج وحدي، كيفاش نعمل مغامرات صعيبة شوية، وقلت خل نصعب معناتها النيفو. وكانت أول تجربة معناتها مغامرة قوية كانت تور دو مون بلون، كنا عملنا انا وزميلتي مروه حملاوي عملنا دوره على فرنسا وسويسرا وايطاليا. على ساقينا الدوره اللي عملها حنا باع البريسك معناتها على الفيولة. على الفيولة عملناها نحن على ساقينا. باهي ربيع، وقت اللي نحكي انا وياك واستدعيتك بحضينا سالتك سؤال، قلت لك انا متاكده الناس كل تسال فيه، زدت تاكدت على خاطر الزملاء في الحافله يسالوا في نفس السؤال، قالوا لي باز عنده برشا فلوس باش ينجم يدور هالبلايص هذوما الكل. باهي تتكلف الحكايه هذه باش نجم تدور في تونس والا تدور خارج تونس خاصة، قداش البيدجي نتاعك، كيفاش تتصرف فيه، احكي لي. خلينا نبداو واضحين من الاول. انا قالوا لك فما سبونسور وراك. باش نحكي لكم الحكايه من الاول بكل. بالنسبه تو التور دو مون بلون مثلا، نبداو باول مغامره اللي كانت صعيبه شويه وهي يمكن معناتها كي ديكلونشي المغامرات الاخرين اللي بعدها.
التور دي مون بلون انا واحد من الناس ما نخدم كما مغلب التوانسه نخدم في 48 ساعه في الجمعه نخدم في سوسيتي نتاع كونفيكسيون واما نلمد كل شهر نلمد حويجه على جنب حتى كشين لاخر العام نجم نعمل هكا ان فواياج. الفواياج هذا كان نقول لهم يمكن معناتها ما يصدقوش ما يكلفني بالضبط 800 دينار تونسي. 800 دينار باش عملت التور باش درت فرنسا وسويسرا وإيطاليا. كيفاش عملت؟ ماني قلت لك انا معناتها بديت المغامره لهنا في تونس دونك تعلمت كيفاش نتعامل مع الطبيعه كيفاش نتعامل في معناتها كي نبدا معناتها نبدا في مغامره نتاعي. حضرت المونه التونسيه من هنا حضرت البسيسه العسل البنادق زيد قالوا لك كل شيء حضرت معايا من هنا وقصدت ربي مشيت لفرنسا هبطت في باريس الفول نتاعي كان شارتر وخديت خديت معناتها لو كوست معناتها البي سيتي 550 دينار بالضبط والترانسبور نتاعي من باريس حتى البلاصه اللي اسمها شاموني هذا منين يبدا التور نتاع المونبلون وهكاك كانت الحكايه معناتها مروه كانت في فرنسا في باريس ومشينا مع بعضنا ومن غاديكا من النقطه هذيك بدينا نمشي ومشينا 170 كيلومتر على ساقيكم على ساقيكم كانت سهله 170 كيلومتر كانت معناتها ديما ارتفاعات ما كي تعرف تمشي في الجبل ديما تطلع تهبط معناتها ما تمشيش معناتها مستوي دونك فيها برشا تعب هازين 17 كيلو فوق ظهرنا الوتله نتاعنا فوق ظهرنا اللي هي الخيمه بيان سور الخيمه والساك دو كوشاج والمونه نتاعك وكل شيء دونك كنا نمشي ونرقدوا في ثنيه وناكلوا اللي كتب من ربي من كيما قلت لك بسيسه واحد وكانت مرات زاد انا نهزوا حتى طرف شامبينيون من ثنيه خاطر نعرفوا نفرقوا بين اللي يتاكل واللي ما يتاكلش دونك والحمد لله معناتها انا كيفاش جاتك الفكره ربيع باش تهز معاك العلم في كل مره وتدور به معاك وتصور تصور وتهبط؟ الفكره هي بدات وقت اللي انا في تونس كي نحكي مع العباد نقول لهم راهو معناتها راهو نحن تويكا في تونس عندنا طبيعه مزيانه عندنا كذا يلزمنا نتلهاو بها ونعمروها نعمروا البلاد نتاعنا معناتها قلت لهم حتى الشعام بيد كان جات فما دي سيركوي دروندو والعباد معناتها مغرومين ويحوسوا ويعمروا جبولاتنا وكل شيء ما يجيناش الارهاب وما يجيناش الشيء هذا دونك العالم معناتها علاش ما نعملوش هذه في تونس؟ إجا نحوسوا بتونس، إجا معناتها أكثر حاجة نقولها لهم نهزوا دو ساك، الساك الأولاني تهز فيه حضارتك وبلادك وباش تحكي على كل شيء حتى الماكلة في بلادنا حتى عاداتنا تقاليدنا كل شيء، هذاك الساك الأولاني اللي باش تهزوا للعباد توريه وساك الثاني تعبي فيه الكولتور نتاع الناس الآخرين اللي باش تقابلهم في الثنية. دونك والعلم العلم هذاك باش يوري للتوانسة رانا نجموا نعملوا هكا راهو معناتها راهو الشيء اللي نشوفوا فيه في بلدان أخرى واللي نشوفوا نحسوها متحضرين علينا رانا نجموا نعملوه في بلادنا كان نحبوا بالحق نجموا نعملوه في بلادنا. باهي شفنا في التصاور نتاعك ماكش وحدك ربيع فما أصحابك من تونس مغرومين بالحكاية هذه وإلا عندك أصحابك من برا تتقابل أنت وياهم من برا وتعملوا لي غوندوني هذوما وكل شيء ولا شكون هم الناس اللي معاك اللي قاسموك هالهبلة اونتر غيمي على خاطر مش أي واحد ينجم يهز خيمة ويرقد في جبل والدنيا فارغة وحده في البرد في كل طقس. صحيح العباد هذوما مكثرهم عرفتهم اترافيغ الباج نتاعي خاطر نكتب نحكي على مغامراتي دونك بشوي بشوي نكتشفهم عباد اخرين زاد مهبله كيفي فهمتني يحبوا يتقاسموا معايا نحكيوا مع بعضنا نحاولوا نمشيوا مع بعضنا في ديزافونتيغ كيما هكا قبل كانوا شويه مغرومين تويكا ولاو برشا ناس مغرومين في تونس نجموا معناتها نلاحظوها في تونس برشا عباد ولات تحوس ولا دي جروب دو روندو اي تو دونك ماذا بينا هكا نمشوا مع بعضنا والمتعه تحلى وقت اللي باهي احنا الوقت نتاعنا وفي باش نختم بطرفه قد تكون صارت لك مره حاجه قعدت في بالك ما تنساهاش. حاجه من اكثر الحاجات اللي معناتها اللي نحسهم انا وقت اللي نبدا ندور سورتو في تونس هما العباد اللي في بالي ساعات يسخفني حالهم وبعد حالي انا هو اللي سخفني من 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 لي زاكسيون تاعهم. تبدا تحوس في جبل وقت المراه الكبيره تبدا تعمل في خبز التابونه وتعيط لك يجا وليدي وتعطيك خبزه بتدخل نقصتها من عشيه صغيراتها معناتها وعطتها لك اللي كنت هذوما حاجات اللي معناتها نحسهم برشا وبالحق ياثروا فيا. به احنا دونك وصلنا لاخر موعدنا اليوم كلمه على ليكيب ناسيونال من بعد فما الماتش 8 ان شاء الله. ان شاء الله نتمناو الربح لتونس وحاجه اخرى ديما نتمناها انا نقول ان شاء الله نحل نهار التلفزه ويجيوا الاخبار
ويقولوا لنا سامحونا راه ما عندناش اخبار خايبه اليوم. تونس لاباس والناس كلها لاباس ان شاء الله. تونس ديما يا ربي في احسن الاحوال. احنا وصلنا اليوم لاخر موعدنا، نتقابلوا معكم ان شاء الله غدوه 6:30. ما تنساوش موعدنا ثاني من الوطنيه مباشر. نخليكم مع سيل مهف اللي يقول يا الشعب بلادي كل عام حيين بخير. شيء ما يوقفنا كان العالي الكبير ان شاء الله اليوم، حتى شيء ما يقف قدام ليكيب ناسيونال. تكونوا بعد شويه مع نشره الاخبار الرئيسيه اخبار 8، وفي السهريه يكون الموعد اكيد رياضي وتشوفوا اخبار المنتخب. نتقابلوا معكم احنا ان شاء الله غدوه في لمن الناس كلها. تصبح على خير. صوتي يعلو فوق صوت الجماهير.